نحن مهددون بالانقراض، والسبب انخفاض أعداد النحل في العالم. فما علاقة حياة النحل بنا؟ تقارير حديثة صادرة عن منظمات أممية وجامعات أفادت بتراجع أعداد النحل حول العالم بفعل ارتفاع درجة حرارة الأرض بمتوسط درجة مئوية إلا ربعاً على مدار 100 عام الماضية. فالجحيم المناخي الذي نمر به أدى لحدوث فترات جفاف طويلة أضرت بقدرة النحل على العمل وتخزين العسل في المستعمرات. فقدان العسل لن يكون خسارتنا الوحيدة، لأن النحل بحد ذاته يلعب دوراً حيوياً، فهو مسؤول عن تلقيح 75% من النباتات المزهرة في العالم، والتي تنتج نحو ثلث الطعام الذي نستهلكه يومياً بحسب منظمة الأمم المتحدة، عدا عن تلقيح الأزهار التي تتناولها المواشي والحيوانات والتي نستهلكها بنهاية المطاف. نفوق النحل بدأ في 50ات القرن الماضي، لكنه تسارع بشكل مخيف في الأعوام الماضية. فقد خسر مربو النحل بأمريكا نحو 40% من المستعمرات الخاصة بإنتاج العسل عام 2018، كما أبلغت روسيا منذ أعوام عن وفاة جماعية للنحل في 20 منطقة. الكارثة هذه تنبأ بها العالم ألبرت أينشتاين، الذي قال بأن الإنسان لن يعيش أكثر من 4 سنوات بعد اختفاء النحل من كوكب الأرض. ورغم وجود من يشكك بأن يكون أينشتاين هو صاحب المقولة، إلا أن الأمر يستدعي دقة ناقوس الخطر.